حبيبي حبيبي كوبتاجا. ايدك هيك لك ايدك حشد رهب. طمني عنك انت منيح؟ على مهلكم. شو بدكم؟ مين عمل فيك هيك حبيبي؟ الاسماعيلية اخذوني غدر وتكاتروا علي وضربوني. اختوب يا الله. سلامتك يا ابني. يلا يا شباب حطوا ايديكم لنشيلوا على مهل. يلا على مهل. على مهل يا شباب. على مهل. اخ كسر تمام يا ابني. تمام ابني مدك على مهل. فسحولي يا شباب فسح شوي. يلا 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 هيك جلست معه. لا عم اصعب من انت حمدكم. اخ على مهلكم شوي شوي يا شباب. يلا تمام تمام يا ابني. حمد يلا ليكني ليكني رح جلسة. حمل شوي يلا جلسة شوي عم جلسة. تمام. معلش معلش تحمل شوي رح ارجع جلسة. يلا ليك تطلع فيني اكيد الاسماعيلية عملوا هيك لانه ما بصير نظلمه. طيب عمي برأيك ليش الشباب ما ننهون معنا هلأ يعني؟ والله ما انتبهت اذا هو بس يعني حرام نظلمهم للشباب. ها هاي شاب لك فكر الشبك بقى اللي وين الشباب الباقيين؟ بجوز هذا الهبيل الواقف هون ماله دخل. لا تعصبني كمان انت. ها عمي شبك عملتني ما بشوف وبخربط بالعالم اكيد هنن. والله لساتني ما خرفت لساتني بعقلاتي وبشوف منيح. الله يوفقك عمي دوزجون على مهلك. تمام خلص ولا يهمك. لك يا دوزجون انت شو عم تعمل بعد؟ خليني اعرف داوي مثل الخلق بعد. خلص اسكتوا اسكتوا وقعدوا على جنب خلوني بقى اعرف اشتغل. العمى شو بيحبوا يتدخلوا. خلص ما عليكم. اكلت قتلي حشك ولبك ومشي الحال. ما في داعي تتخانقوا على مين بده يعالجني. سلامة رجلك يا رب. فن الكوغا قبضة النمر. الزلمة منكم يفرشيني حاله ضربوا لشوف. بورا هاجر خدوا هاي لكان جاهزين تاكلوا قتلة من سيدكم معلمكم كوب تكال. خد هاي خد انت هاي. عادوا لك. هربوا هربوا. أنا فرجيكم. بعدوا لي هيك لشوف يا ابني كبتقالو. افتح لي زر هالقميص لشوف. جبت لك مرهم بيشفي كل الجروح. شو هذا ست امينه؟ هذا المرهم انا عملته من مواد طبيه طبيعيه نباتيه بداوي كل شيء. لا ما في داعي يا خالتي امينه هلا انا برتاح شوي وبمشي لحالي. معقول كل هالتطور اللي صار بالعالم ولساتكم بتامنوا بهي الشغلات السخيفه وبتامنوا انه ممكن تشفي امراض؟ السخيفين انت والتطور تبعك. اذا سمحتي لا تغلطي معي لانه انا حكيت على المرهم مو عليكي شخصيا. ما بيهمني عن مين أصلا. لا تبلشوا خناق هلا. عن جد مو وقت خناقاتكم ابدا هلا. خلصنا يعني. هلا بيهمنا نلاقي الشباب مشان نعرف ليش هيك عملوا. لانهم بدهم ياكلوا عقوبه ما رح يسوها بحياتهم ابدا. اللي عم بيقولوا دوزجون مزبوط ولازم ثلاثه ياكلوا قتله غير شكل ليتربوا. عم تحكوا جد؟ باي حق؟ خلص باي حق بدكم تعاقبوا وتضربوا الشباب هدول؟ بركي عندهم سبب مقنع حتى ضربوه. يا حبيب قلبي يا سهري شوف الصبي ليش هيك عم بدافع عن الشباب ليكونوا بريئين. لا تخليني يعني. احكي وافضحكم قدام العالم. فكري يا فندي لا تعيط عن مخلوقه هيك ما حق باللي قالته. خلصنا بقى لو مو كل حدا يزد كلمه. نحن جايين لننبسط مو لنتخانق. وصارت الحادثه ومشي الحال. ها انت خذ هالباص تبعك او طالع من الضيعه لانه متاكده من شانه صارت المشكله.
ليش بقى؟ يا خالي أمينة بدي أسألك سؤال، ليش أنت عندك كل هالكره للباصات؟ ما عندي كره، بس هي هي قوانين الضيعة، ممنوع دخول الباصات، مو هيك يا بنات؟ إحنا ما بدنا باصات. لحظة، ما بسمح لكم تحكوا على باصي، والله هذا بيستغني عن حياتي وما بيستغني عنه. أيوة، بعدين أنا ما بحكي أبداً عن حمارك. إلا أنا ما بيطلع لك تحكي على الحمار. أول شغلة ما بيمشي مثل باصك على دواليب، وتاني شي ما إله هذا الشي اللي بيهز وبيفتل. ضحكوا على الخرفشة تبعاتها. ضحكوا لألكن باص مثل الذهب وقاعدين عم تضحكوا؟ يعني كيف بدي أحكي معكن إذا هيك؟ تخيل حماري هيك بيطلع دخان وبيفتل رأسه مثل الدركسيون. شبكون؟ لا 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 لا، عن شتها فيه. وانتي كمان الحمار تبعك ما بيزمر مثل الباص تبعه. ليش هيك عم تحكي؟ أنت معي ولا معه يا رشاد؟ وانت يا امينه قبل ما تقارني شغل الله بشغل الانسان، لا لنا شي حل لهدول الاسماعيليات الربانين بعد هالعمله الوسخه هاي، كانوا رح يروحوا الزلمه من بين ايدينا. يا مانك ناوي تحل عن الاسماعيليين؟ اكيد ما رح اترككم يفلتوا بعملتهم السودا هاي، فشروا بعينهم يهربوا، عيب عليهم هيك، صايرين مثل الشوايا ولازم يتعاقبوا هالشوايا. شو مخططاتك؟ مو قلت لي راسم مخططات لحياتنا؟ أنا ما حكيت هيك شيء. مو قلت لي إنك جيت لهون لأنك راسم مخططات لمستقبلنا فريد؟ بس المخططات ما بتخصك إليك. لكان مين بتخص؟ بتخصني إلي؟ أنا عندي كم مخطط ولازم أحكي معك مشانه. أنا ناوي أعيش بالضيعة، فلازم تساعديني بكم شغلة. لازم أعرف العادات تبعكن وأمور بتخصكن وهيك يعني. شو بتاكلوا، شو بتشربوا، شو بتشتغلوا، وهيك من هدول الشغلات وشغلات غيرها. ورح تقدر تتأقلم معنا؟ أكيد رح أقدر أعيش مثلكن وعلى طبيعتكن. كتير واثق من حكيك. أكيد، أنا درست تجارة بأمريكا وكملت بألمانيا كمان. شي كتير حلو، بس ما بظن إنه تفيدك دراستك هون فريد. هون العالم تشتغل بتبيع شغلات وبتشتري غراض كمان، يعني الحمد لله كل واحد عايش على قده. اختي شو صاير؟ اسماعيل ورفقاته ضربوا لك وبتقال. شو عم تحكوا انتو؟ ايه عن جد ضربوا لك وبتقال، وليكن هلا اهل الضيعه واقفين بالساحه. حاجيا كوبتقال بيضربهم. انتو عن جد عم تحكوا يا بنات؟ انا بقول انه نروح ونشوف. ايه ايه ماشي ماشي، يلا يلا امشوا. انتروني شوي. اخ يا كوبتقال، اخ يا كوبتقال، شو لازم نعمل هلا؟ انا هيك بطق الفضول قتلني دبحني. معقول نحن ثلاثه ما قدرنا على واحد؟ والله لو ما معه هالعصايه تبعه كنت عملت فيه العمايل لهالواطي الحقير. حمش كتير. اسمعني شوي، القصير اكيد بيعرف كل شيء، اتصل فيه وشوف شو الوضع بالضيعه. ألو إيه أخي؟ في شي يا قاضي؟ لك قاضي شو يا أخي؟ أوعكن تجوا هلأ، ناويين عقتلة إلكن. لكن معقول بتعملوا هالعملة السودا وبتهربوا هيك؟ معقول؟ لا أنو عملة؟ هو دقنا قتلة غير شكل ونحن هربنا منه كمان، كان رح يروحنا. الزلمة بالساحة ماله قدران يتحرك، والكل قاعد عم بيدور عليكن، إذا بيلاقوكن خلص راحت عليكن اعتبر. بس أخي ليكون عندكن علم، أنتو هلأ بخطر. دوزجون خلص حاطط براسه أنه بده ينتقم منكن، يعني بده ينتقم منكن، يعني بس السيد فكري، السيد فكري هو الوحيد اللي واقف بصفكن. يعني ترك ابنه عم يدافع عننا هلأ؟ إيه هاد يلي صار والله. المهم أنت خبرنا بكل شي عم بيصير ماشي؟ نحنا ما رح نرجع على البيت، رح ننطر على التلة حد العلم. تمام تمام، وأنا هلأ راجع على الساحة. خبرنا شو صار؟ اللي صار سيء كتير. لا تقولها. ايه والله خبر سيء. يعني خلص راحت علينا ما؟ ايه والله راحت علينا. الله يعيننا على هالقتلة. لا حول الله، لا حول الله. بدنا نلاقيهم ونحاسبهم. ها؟ شو هاد؟ شو هالحكي هاد؟ إذا ما بيكونوا هون بعد الظهر بتكونوا أنتوا كمان. قرأتوا قوانين الضيعية اللي عاملين حالكم مجلس قضاء، وكمان راح تكونوا مجرمين مثلهم، وأنا ما راح أسكت ولا رح ارحم حدا. وبتشوفوا شو رح اعمل. اللي حكى دوزجون مزبوط يا امينه. خلص فهمنا بقى، خلصنا يا نسوان. وعد مني اليوم بعد الظهر كلنا بدنا نجتمع هون ورح نحاكم اسماعيل ورفقاته. تمام
ايه يا حول الله، شو اللي صار؟ اسماعيل ورفقاته ضرب اخوك الكبير. اخي انت منيح؟ كيف بدي اكون منيح يعني؟ مو شايفني اكل قتله ومو قدران اتحرك بنوم؟ الله يقومك بالسلامه حبيبي. انت يا قصير اكيد بتعرف وين هدول رفقاتك اسماعيليه، جيبهم لهون لانه ما رح يهربوا منها ابدا. يا عمي انا شلون بدي اعرف وين الشباب متخبيين هلا؟ دقيت لهم بس ما ردوا علي، بس انا بعثت لهم تسجيل، اكيد اول ما يشوفوه رح يردوا، هيك بتوقع. لا تاكل هم. هيك لكان. ايه انت ما طمنتي على الشاب هون؟ ايه الله يقومك بالسلامه. تسلمي تسلمي. لمين هذا الباص؟ ما عرفت، هذا الباص تبعنا. انا عرفته بس تفاجأت انه رجعلنا، والله اني اشتقت له على فكره. كلنا نفس الشعور. اسمعني اخي شوي، تركت لك هديه، اذا بدك فوت وشوفها ان شاء الله تعجبك يا رب. تمام يا اخي تمام. فعلا انك اصيل وشهم ما شاء الله عليك. ديل افتح لك الباب من عندي. شي حلو، فهم وجاب لي بوط جديد معه، ذوقه حلو حتى ما نظلمه يعني. لوين راحت؟ طلعوا فيني منيح، انتو بدكن تلاقوهن اليوم، كيف شلون ما بعرف، ما بدي حجاج. ايه ماشي، والله فهمنا انه لازم نلاقيهن. اللي عم تعملوه مو صحيح ومو عاجبني ابدا. يعني مبسوط هيك فكري؟ لك ابنك اكل قتله. شو صار لكم يا جماعه؟ فكري بيك كل شيء بيلتقى له حل، لا تشغل بالك انت. تمام ماشي. فكري بيك ايه شبك قاعد هيك لا شغله ولا عمله؟ شو بدك يعني ساوي يعني؟ طيب وين اسماعيل وعصابته؟ لازم نلاقيهم قبل ما تغرب الشمس. بكل بساطة قوموا ودوروا عليهم، أكيد بيلتقوا الضيعة صغيرة، نحن قاعدين هالعادة أكيد ما رح نلاقيهم يعني. ارتاحي أنت ارتاحي. لك يا أخي حل عن الشباب بقى. لا والله ما رح أتركهم. طيب حاج تعيط علينا، معنا معنا منلاقيهم حاج بقى. إن شاء الله على خير. يا حبيبي لقيت الإسماعيلية. عن جد عم تحكي انت؟ ليكن على التلة حد العلم، تعالوا. شكرا لك، سلام سلام، مع السلامة. الله معك، سلامات، مع السلامة حبيبي. مين هاد كوبتجان؟ ايه هدول هنن رفقاتي بالشغل، عم يسلموا علي ويطمنوا هنن والمدير، انا ضليت على تواصل معهم من بعد ما تركت الشغل، يعني بتعرفي انت كيف انا محبوب. عن جد شو حلوه الرفقه. ايه والله حلوه. عمي معلش تحاكيني شوي على جنب. ايه قوم يلا يلا، تقدر تمشي لحالك؟ ايه بس بدي تهديني شوي. يلا تعال. على مهلك. تعال معي يلا. جاي على مهلك. يلا على مهلك شوي شوي. اخ يا ظهري تكسر، اخ يا ظهري شو عم يجاني. شو صاير؟ عمي لقيت اسماعيل والشباب كلياتهم. وينهم هن هلا؟ واقفين عند العلم. انا وقت وصلني الخبر ما حكيت مشان الخالي اميني ما تعرف، لانهم هن بيحبوهن مثل ما بتعرف، مشان هيك قلت بخبرك حتى نروح لحالنا بدون ما حدا يعرف بالسيره ونكبس. برافو عليك يا ابني على هالتفكير الحلو، بس دقيقه العيط لشي حدا يجي هيك معنا. ما بنستفاد، لازم نشتغل لحالنا. عن جد؟ ايه. لك انت فهمتني غلط يا ابني، راقبني وبس. راقب ايرول. أمرني عمي. تعال معنا. شرف اطلع. ايه ايه لك هدول وين رايحين؟ الله الله، لوين بدهم يروحوا هدول؟ لوين برأيك؟ وقف
وفد بصف الإسماعيلية، قام هن انزعلوا وراحوا، إيه لأنه معهم حق. والله الحكاية كبيرة كتير وأكتر ما بتتوقعوا، يعني المختارة أمينة لقيمت فيها تضل واقفة بصفكن وعم تدافع عنكن، أنا ما بعرف بصراحة. يعني إذا منرجع رح نتعاقب ما؟ طبعاً رح تتعاقبوا، بس أنا مزبط طريقة ذكية كتير لدافع عنكن تكرموا أنتوا رفقاتي يعني. طيب قلنا هلأ شو هاي الطريقة اللي أنت مزبطها؟ أحكي. هلأ أهم شي بالقصة هي بدايتها، بتعرف ليش؟ لأنه هي الحجة تبعنا، منبلش منها وبعدين منخلي كل العالم توقف معنا يا شباب، وهيك منربح القضية بكل سهولة. ولك انت شو عم تحكي وتخبص من عندك؟ بدك تروحنا هيك؟ اعطينا شي مكان لنهرب عليه، وانا برايي بلا هالخطط التافهه يعني. طيب انا هلا فيني اسال نحن لوين هربانين يا شباب؟ لك اخي بنهرب بالقارب لاقرب جزيره. طيب يا شباب جيتوا على الضيعه مشان تصيروا من اهلها، ما بتخجلوا تهربوا؟ لا اكيد ما رح اخجل، اكيد ما رح اخجل، اذا بدي انقتل يعني 100 كلمه جبان ولا كلمه الله يرحمه، لا حول الله. وانا ما رح اخجل، رايي مثل رايه، منطقيا نهرب بس نأمن حياتنا أحسن من أنه نموت. ويقولوا كمان قلبه كان قوي وما بيخاف أبداً. لك أنا عم قلكم ما رح يصير لكم شي، ليش ما عم تردوا علي؟ ليش؟ حبيبي أنت ما كنت معنا، أكيد رح تحكي على المرتاح، يعني أنت ما حسيت بشي اللي صار معنا، أساساً أنت ما كنت موجود. هلأ اسمعني شوي، إذا هربتوا شو بتتوقعوا يصير يعني؟ أنت هربوا بس هالمسكين إسماعيل شو بيعمل؟ هو خلقان بالضيعة. معه حق. أي والله معه حق، أنت من الضيعة، بس أنا بصراحة بخاف من النسوان تبعكن كتير. لك يا أخي ركزوا معي، خلوا الزلمة يحكي وركزوا معه يا شباب. شبكن يا شباب؟ هلأ أنتوا يلي بلشتوا بالضرب مو هيك؟ هلأ هي هيك كانت النية بس هربنا. ايه تمام، يعني المشكلة الوحيدة أنه أنتوا بلشتوا بمشكلة، مشان هيك لازم نحن نباشر بالإقمار. تمام؟ أنت ناوي تقتلنا ولا؟ ما بتعرف إنه الأقمار ممنوعة هون؟ قال أقمار، قال يعني هربانين وفوق أقمار كمان، يعني أنت كتير فهمان ها؟ مو أقمار يا أخي، همار همار يعني حل. ما تواخذني ما سمعت. طيب فهموني أنتوا ليش هاجمتوا كوبتقال؟ لأنه عم دوزقون بده يعطيه الكون وما قدرنا نتحمل الموضوع. إذا بتحكوا هيك بتبهدلوا، برافو عليكم، بس أنتوا رح تحكوا هيك فهمانين علي؟ يعني تعالوا لفهمكم، قربوا شوي. أول شغلة بتبلشوا هيك، هيك ما رح اسمعهم ابنهم، وإذا بقرب أكتر رح يشوفوني ما فيني أقرب. إيه أكيد هيك رح يقولوا. ما عجبتني أبداً هي الفكرة أنا. طيب عطينا حل أفضل من هاد. طيب يا أخي الحكي مو منطقي، يعني النهاية أبداً ما نزابطة مع البداية. والله اصطفلوا أنا هذا يلي عندي. بعد تمام تمام، انتوا روحوا من هاي الجهة وانا وإيرون رحلهم من وراهم من الجهة التانية، وهيك بنحاصرهم. تمام تمام، جاهزين يا شباب؟ تحركوا يلا يلا شباب يلا. تعال معي علي هون بعدك اخي، انا رح امشي قدامك وانت الحاني لألا. اطلع قدامي، اطلع انت يلا على السريع امشي. لك مزبوط، إذا هربتوا هلأ لازم تعرفوا إنه بحياتكم ما عاد تحلموا تشوفوا البنات. أنا رح ضل مختفي لحتى تنحل المشكلة على الأخير. لحظة يلا الحقوني. يلا جاي. لوين؟ لوين رايحين؟ مرحبا من تاني جهة، لك ركضوا لتاني جهة. لوين مفكرين حالكم رايحين؟ دوزقون شو الأخبار؟ منيح وأنتو؟ نحن مالنا علاقة دوزقون، كل اللي صار هو سوء تفاهم، نحن مالنا علاقة. والله بتحكوا هذا الحكي بمجلس النسوان. يلا امشوا قدامي، وإذا حدا بيهرب ضاربوا حجر براسه فالعوا فلع. آسفين عمي. هلأ جاي تقول آسف؟ يعني خلاص ما في مجال؟ روح. قال سامحهم، قال لو جايين لحالكم ومعترفين كان ممكن، بس هلأ أكيد لا، فشرتوا. بس يا عمي امشي 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 ولك تمام هيك. أختي أختي لك عم بحكي معك. ايه ما سمعتك اخي. شوفي اليوم بدك تعملي لي فطور، سفره بتبيض الوش ومو ناقصه شيء، بدي اياها كامله. ها ايه تكرم عيونك. التوبه لا تقولي لي تكرم وتروحي هيك، ركزي معي بدي اياها تكون محترمه. شوفي شو بدي اقول لك، اسمعي في ناس جايه تطلبك. شو
عم تحكي عن جد؟ ليش أنا من أنت بكذب؟ يا ربي دخيلك، بدي شي بيض الوشها، حتى إذا بدك بكتب لك شو لازم تعملي شغلة شغلة. لا لا أخي لا تكتب شي. أخي كوبتاغال هو اللي جاي مو هيك؟ إيه السيد كوبتاغال وأبوه وأخواته وخالته بس هيك. يلا روحي روحي بلشي لا توقفي هيك. يلا حاضر أخي. ماشي. وينك اختي؟ اكيد ما فتحتي جروب البنات. تعي شوفي شو كاتبين على المجموعه هون. ما بيهموني هدول، بالله اعطيني ايدك شوي. هاتي هاتي. صحيح ليش كنتي قاعده على الارض؟ عم تعملي يوغا يعني؟ تخيلي عم اعمل يوغا. لك صحيح ما عرفتي اليوم كنت جاي يطلبني من اخي رشاد، طاير عقلي من الفرحه. انت متاكده يعني؟ ايه هو هيك قال لي، قال لي رح يجوا يطلبوكي وفكر بالموضوع. قلت تخيلي عم فكر بالموضوع. لك انا من وقت ما خلقت موافقه عليه. لك كنت جاي تخيلي قال هلا عم فكر ارفضه. لك صار كنت جاي لي يا اختي. انا بتمنى لك السعاده. تعالي اعطيني بوسه. تعالي. انا رايحه، بدك تجي معي؟ لا عندي شغل. بدك شي مني؟ ايه يا براك خبري المؤذن انه يجي لعنا اليوم ضروري. تمام 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 يا براك. اوعك تنسيها. ايه ما مشكلتي اني بنسى، مشان هيك دقيلي بعد ربع ساعة وذكريني خبره. يلا انا رح اركض حتى ما انسى. لا تركضي هيك، هلا بتفوتي بست مية حط حتى تتذكري ترجعي. لك روحتوا البنت، راحت اختي. يخرب بيتكم، راحت اختي، انداست اختي قدام عيوني. دعست يا كوبتاغال، الله لا يوفقك. اختي؟ لك انت من امتى هون؟ شو عم تعمل أخي؟ فكرتك اندعستي. لا تخاف علي، ما متت. لما إجا الباص نطيت دغري لهون. يا ربي التوبة. ولك مئة مرة قلت لك انتبهي. تعي لعندي، تعي لعندي، بدي اربطك. تعي لعندي ولك، تعي. لك تعي لهون ولك. ما بدي ما بدي. والله العظيم انتو عالم سخيفة، قاعدين عم تعملوا محكمة على شغلات غبية ما لها طعمة. يعني نحن ما كنا نتخانق وقت كنا بعمرهم؟ كنا نتخانق بس ما يصير تفاهات ومحاكم. بهالوقت كل شيء تغير يا فكري، نحن عم نعمل هيك حتى يتربى الكل. قولك انتفخ قلبي وانا عم قلكن هالحكي، بس انتو خلاص ما بدكن. شو يا أمينة؟ كأنك واقفة بصف العصابة. الله الله، ما لازم تكوني مع حدا. انت مختارت الضيعة وما بيصير توقفي مع حدا ضد حدا، وإلا محكمتك هي كلها مثل قلتها. ما شاء الله ما شاء الله، اجوا الإسماعيليات وكوبتاغال واجتمعوا أعضاء المحكمة. عن جد نحن بعصر السرعة. على الأذى لازم يكونوا سريعين. رشاد اسمعني شوي. ايه؟ انت شو رأيك بهالسيرة هاي؟ انت موافق على اللي عم يصير؟ والله حرام يتلعوا هالشباب من الضيعة على مشكلة أقل شي نقول عنا تافهة. يا أخي هيك القوانين والكل بيمشي عليها. كيفك خالتي أمينة؟ تمام تمام. يلا يا بنات اجتمعوا، بدنا نبلش بالمحاكمة هلا. وأخيرا يلا زبطوا لي الساحة. يلا بسرعة. ماشي. يلا يا بنات يلا. ايه؟ عجلوا يا براك. يلا انتي هيك عادي. شو هون؟ أنا ما قلت لك تخبري للمقدم مشان يشرف يجي لعنا على البيت؟ بلا صحيح قلتي لي، بس اسمعيني شوي، جبت لك اخبار جديده رح تعجبك. اخبار شو؟ مبروك عليكي كوبتاغال، جاب لك باص كبير على الضيعه. كيف هيك؟ كيف شكله هو؟ يعني كيف اقول لك، شكله هيك بيشبه الباص كثير. يا ربي دخيلك، قلت لك ليش جاب الباص؟ برايي انا بظن بده يعمل منه سياره العرس. يا ويلي شو حلو. ايه يلا يلا خبري المؤذن حتى يجي بلا ما يروح العريس اللقطة من ايدينا. ايه خلاص فهمت، هلا رح خبره دغري. تمام تمام. يا حضرة عمي المؤذن، قالت لي اختي انه نادي لك. تمام بحضر المحاكمة وبروح لعندها ان شاء الله. لا ما في ان شاء الله، هلا بدي اياك. هي شغلة بتخص الضيوف، اليوم جايين ضيوف مهمين لعنا على البيت. جايكم ضيوف؟ ما شاء الله ما شاء الله، معناها لازم روح هلأ، لازم لحق. ايه والله يلا ان شاء الله.
إذا قلعوني من الضيعة أنا شو بده يصير فيني؟ وتخيلوا لو قلعوا القصير. القصير كان بالقهوة أختي، ليش لا يتقلع إذا ما دخلوا بعلقتكم بتقال؟ أوف، المشكلة إنه أبي أكتر واحد بالضيعة بده إياهم يتحاكموا. أنا رح روح أحكي مع أبي، ما بظن رح يقتنع، بس يعني أنا رح أجرب معه على أمل إنه يقتنع ويغير رأيه. بابا إيه؟ شو؟ بدي أطلب منك طلب. احكي. أنت بدك إسماعيل ورفقاته يتحاكموا مو هيك؟ إيه شو يعني؟ طيب غير رأيك. ما رح غير رأيي، هدول عصابة لازم تعاقب. بعدين أنت ما دخلك، روحي لعند إخواتك، روحي. ليكو يا شباب، انتو عارفانين انه حياتنا معلقة على كلمة من هالنسوان هدول، ما هيك؟ هالمرة عن جد أكلناها على الأخير. شوفوا نورية كيف عم تطلع فينا، هذا آخر يوم قلنا بالضيعة بدون أي شك. لكن من هلأ دوروا على ضيعة جديدة نروح عليها. خلص انتو تركوا الشغلة علي، نحنا ما رح نترك الضيعة. إسماعيل القصير، بعد عن الشباب بدنا نبلش محاكمة معهم. لا يا خالي أمينة، أنا بدي ضل جنب رفقاتي وكون محامي دفاع عنهم. طيب ماشي، يلا فيك تضل. يلا يا بنات على مقاعدكم، وكل شخص موجود يلتزم بمكانه. وهلأ بدنا نبلش المحاكمة. لعندي مهاجر إسماعيل، لازا إسماعيل، وبورا إسماعيل، وأنتو تعديتوا على الشاب كبتقال بالضرب، وبدنا نحاكمكم بهذا الموضوع. حدا عنده اعتراض على هذا الحكي؟ بدي اعترض. لك فكري انت مالك علاقة بالسيرة، اسكت. انت بتسكت، انا بدي دافع عن الشباب. ما شاء الله يا فكري، ما بحق لك انت تحكي، بس الاسماعيليين بحق لهم يعترضوا. يا اسماعيلية، حدا منكم حابب يحكي شيء؟ ايه سمعنا يا. نحن والاخ كبتقال تخانقنا مثل ما بتعرفوا، بس حضرتكم انتو ما عرفتوا سبب الخناقة. طيب يلا يا ابني سمعنا شو عندك، يلا احكي. نحنا كنا عم نمشي بالضيعة. كيف يعني كنتوا عم تمشوا؟ شو؟ ايه قصده يعني رياضة رياضة، نحنا كل يوم بنركض. يعني مثل ما بتعرفوا الركض كل يوم ما في منه للجسم، خصوصا انه نحنا بنحمل الست نورية، فالركض ضروري جدا لإلنا. مضبوط. ونحنا وعم نركض لقينا باص فايت على الضيعة، وبنعرف نحنا انه ممنوع تفوت الباصات على قلب الضيعة، فوقفنا نحن بوش الباص ونزلنا السيد كبتقال منه. عم تخانقنا بس ما قدرنا عليه، وهربنا منه نحن الثلاثة. هي هي كل القصة. ايه ها، شايفة يا ست أمينة؟ منيح اللي طلع عنده الحجة مقنعة. الله 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 على هالكذب، ما شاء الله. معلي السؤال يا حضرة القاضية، السيرة ما لها علاقة بشغلة الباص كله. لو كان لها علاقة كان المفروض توقفوا صاحب الباص وتنبهوه إنه ممنوع الفوت لهون، وإذا ما رد تتصرفوا وقتها. بس هدول هجموا دغري، ما عطوني فرصة أحكي ولا كلمة، وهلأ صارت عندك حقيقة وصار فيك تحكمي بنفسك على هدول الزعران اللي قدامك. كذب، هاد الشاب كان معه حيدر وضربنا فيه. يا ستي أنا ما عندي رفيق بالأساس اسمه حيدر ليضربهم معي، مشان تكوني بالصورة يعني. ولك إسماعيل فهمني، مين هذا حيدر؟ يا خالتي أمينة، حيدر يعني عصاية. عصاية؟ إيه؟ ليك حاططها جوا الباص تبعه، إذا مو مصدقين روحوا وشوفوا. خالتي أمينة، بدك ياني جيب لك العصاية؟ أجيبها لعندي. دقيقة شوي، أنا ما بسمح لهم يطلعوا على الباص تبعي أبداً. اسكت أنت. شو هالحكي هاد؟ خش. يا ست أمينة، ضربنا بهي، نزل سفق وخبط فينا بهي. أيوة لك شو هاي؟ أداة الجريمة، دليل، نزل ضرب فينا بهي العصاية، كسرنا تكسير الله وكيلكم. ولو عارفانين إنه معه عصاية ما كنا قربنا. هلأ الأمور صارت واضحة، الإسماعيليين وقفوا كبتقال لأنه معه باص، قاموا تخانقوا سوا، وبس بلشوا قتالوا خناق بين بعضهم راح كبتقال وجاب عصاية وكمان ضربهم وكسرهم فهربوا، وهذا اللي صار. أنا ما راح أحكي. يعني لازم نفهم إنه كمان السيد كبتقال مو بريء مثل ما فكرنا. القضية تسكرت وانتهى النقاش. كيف القضية بتتسكر بالسرعة هاي؟ أنا ما عم أفهم والله. لك هجم على الشباب بالحيدار، ليش بدك تضل مفتوحة؟ خلصنا بقى. هلأ
بعد شوي رح نقلكم شو قررنا نحن مجلس النساء، وبهي الأثناء فيكم ترتاحوا لبيننا ما نحن نطالع القرار النهائي، ومنوعدكم أنه نحن كمجلس رح ناخد القرار الصحيح. عن إذنكم كلكم يا بنات، يلا اتفضلوا تشرفوا. تعالي ولي شاشة. تمام، خليكي هون، تعالي انتي. يلا تعي تعي، عادي عادي، يلا. وينك اختي؟ جبت الشاشة؟ يلا لروح اذبحوا لك، حسب الاصول الاسلامية احسن شيء. تعوا معي، يلا ولاك. شو بدك تعمل يا اسماعي؟ ما رح نعمل شيء، بدنا نستنى قرار المجلس، وبعدين وقتها إذا ضلينا بالضيعة بيكون كتير كتير منيح. نحن وعدنا أنه نلتزم بالقوانين. شو عم تقول أنت؟ إذا كان القرار مو هيك بجوز يكون هاد آخر يوم إلك بهي الضيعة يعني؟ إيه بجوز. لك بدي أسألكم أنا، الكون وينها؟ كانت عم بتحاول تقنع أبي ليغير رأيه، بس وينها هلأ ما بعرف. فريد، مو كبتا قال بيكون أخوك، احكي لك كلمة معه لحتى تنحل هاي المشكلة. بدك تساعدي إسماعيل تبع ضيعتكم؟ لا مو هيك، إسماعيل خلق بالضيعة فريد، فحتى لو بدهم يقلعوه ما بيحسنوا، يعني هلأ هو بقيان وضلل هون فريد، بس باقي الشباب من الأصل هنن من الضيعة، إذا تركوها بيرجون بتجن والله، مشان هيك عم قلك تحكي معه، إذا تقلعه رح يروح نصيبه، وأكيد وقتها هي رح تجن أنا متأكدة، فيلا روح أحكي معه، يلا بس مرة واحدة روح. مشاني فريد، يلا لو سمحت. قصدك تقولي إذا كنت بتحبني ساعدني؟ لك يا فريد، هلأ مو وقت اللعب. إيه؟ مو لعب، أنا بحبك كتير وأكيد رح ساعدك، تعالي معي. طلع ليكو أبي قاعد هنيك. تمام، أنت طلعي لقلك وأنا بحاكي، ماشي؟ تمام. أحسن شي هلأ يا بنات إنكم ترجعوا تحكوا مع أبوكم. حتى لو وافقنا شو رح نقله؟ ليش؟ مو العم دوزقون هو اللي كبر المشكلة؟ ها؟ لو ما أنوا مصر كانوا اجتمعوا نسوان الضيعة شي؟ ما بظن يجتمعوا. مزبوط حكيا. طيب ماشي، احكوا مع أبوكم، بلكي بيلين راسه وبيتراجع عن قراراته. لك المشكلة بالنسبة لدوزقون ما أنا بالخناقة بحد ذاتها إنه ضربنا وهربنا، المشكلة إنه هو كتير حابه لقوب دقال. ايه وقبل شوي حاكته اختي، ما قبل معه ولا بأي شكل، ميبس راسه على الأخير. طيب جربوا مرة تانية، لأنه الاحتمال الأكبر أنه نتقلع، يعني جربوا ما لكم خسرانين شي. طيب ماشي، هلأ منروح منحكي معه. يلا يلا يلا. بابا شو بدك؟ بدنا نحاكيك بشغلة. قولي. بابا، شو رأيك تتنازل شوي عن موضوع إسماعيل ورفقاته الشباب؟ ليش؟ بعد كل هالسنين حرام يتقلعوا من شان هالمشكلة هي. ايه سامحهم هالمرة، بعدين عادي تصير هيك خناقات بين الشباب. لا تتدخلوا أبدا، اللي بيستاهل عقوبة رح يتعاقب، لو بيفهموا كانوا فكروا منيح قبل ما يعملوا هالعملة هي. لا تتدخلوا أنتوا وروحوا من قدامي هلأ. يلا يا رضا، هالبنات هدول ملكات، بالله شف ليهم كيف عم يحاولوا يقنعوا أبوهم. أكيد أخي، لكن ليش أنا بحبهم كتير. أي والله لازم. إسماعيل شو أخبارك؟ لك أنت شو عم تعملي هون؟ خوفتينا. أنت مجنونة بنتي، لك شو اللي جابك بهذا الوقت؟ سمعت كل كلامكم بس والله العظيم بالصدفة، وإجاني فضول لأعرف البنات شو كانوا عم يحكوا مع أبي مشانكم، وبدي أعرف كمان شو عملت يا براك مشانكم، عندي فضول أعرف ولا ما بيحق لي كمان يا براك؟ والله ما بعرف يعني، والله ولا أنا، بس حاسة إنه رح تعمل لها شي شغل. ليش عم تحكي عنها هيك؟ شو عاملة يا براكا؟ ما بعرف والله، هي واقفة مع جنين وعم يحكوا سوا طول الوقت. شو؟ أنت بالمرة الماضية لما شفت الفال معقول مو متذكر؟ ما عم أفهم عليكي. أنا هلأ بس عم أسألك لأني نسيت
أنت متذكر شيء؟ يا براك، أنا كيف بدي أتذكر إذا سؤال كله ما فهمت شو معناته؟ طيب مشان الله رحميني، خليني أمشي بقى، الله يخليك. وقف وقف وقف. طيب بس شيء بدي أسألك، كنت عن شيء تاني. سلي شيء. شو عم تعملوا أنت جوز؟ وحياة الله إنه ما عم نعمل شيء. يا ولد روح من هون بلا ما تخليني طلع جناني. لا 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 لا، ما في داعي تطلع علي شيء ابدا، خلاص انا رح اروح من حالي. مو ناقصني لك شغله، ما رح اضربك. بعدين اخي، بعدين اخي، انا كثير مستعجل. جبان ليش عم تركض؟ اخي هذا لازا اسماعيل معصب مني شوي صغيري. لا تعمل ولا حركه ماشي؟ تمام تمام تمام. اتفضلوا على الاجتماع يا أكابر. تعوا يلا، تعوا يلا. تفضلوا يلا. يلا شباب تفضلوا. يا أخي البنت عم تترجاك. لو سمحت عن جد كتير حرام هالشباب. يلا تراجع عن الشكوى تبعك لو سمحت. طيب رح تراجع بس مشانك هالمرة، ها؟ وإلا أنا مستحيل تراجع عن أي كلمة. شكراً كثير لك. يا بنات ارتاحوا، أنا حكيت معك بتقال وهو رضي أنه يتراجع. عن جد عم تحكي أنت؟ إيه، حكيت أنا مع فريد وطلبنا منه وما رضي يخجلنا أبداً. شكراً أختي. آخ يا طهري. ضيوفنا وسكان ضيعتنا المحترمين، نحن فكرنا وأخذنا القرار النهائي. القرار هلأ بيقول. لحظة يا أنسة، معلش أحكي كلمة. تفضل. حضرة القاضي، أنا قررت التراجع. خلاص قلت حرام يتعاقبوا الشباب مشان هيك مشكلة صغيرة. شو؟ وإسماعيلي بتراجع كمان وبتنتهي القصة من أساسها وبنتصالح قدام الكل. يعني اللي عم يقوله كوبتا قال صح. حاجي بقى بكفي سخافي وأخيرا فهم. برافو عليك يا ابني. لسه ما خلصت المحاكمة سيد فكري. وليش ما خلصت؟ طبعا ما خلصت. هو قدم شكوى ومو على كيفه. امتى ما بده يتراجع؟ ليكي مو هيك قواعد ضيعة يا أمينة. اللي قاله دوزغون صحيح، ما في يتراجع عن قراره بهي السهولة، خصوصا انه هذا الموضوع حساس كتير وكمان بمس امن الضيعه وامانه. تمام. شفت انا ما حكيت؟ انتوا عم تعقدوا الموضوع كتير، يعني بربكم هاي خناقه صارت ومش الحال. احكوا لشو هاي الفزلكه. سيد فكري لا تعصب، هاي قوانين ضيعتنا. وهلا انا رح اقول شو اخذنا قرارنا النهائي. نحن قررنا كمجلس ولا شيء. كيف؟ طيب شو بده يصير هلا؟ ولا شيء، خلاص رح يضلوا الشباب هون بالضيعة. معقول بس هيك؟ معقول؟ لا إله إلا الله. اللي صار هو ما قدرنا بصفتنا كمجلس النساء إنه ناخد قرار صحيح، مشان هيك نحن قررنا إنه نأجل المحكمة لموعد تاني ومنحدده بعدين، وهيك بيكون ما في عقوبة على حدا. والله ما عم أفهم كيف يعني ما قدرتوا تاخدوا قرار؟ والله هذا مو حكي. يلا عمي بسيطة. أخ هاد يعني خلصنا مياعة. هلأ نحنا ما رح نقبل أي اعتراض، والدعوة لحد هون بتتسكر بشكل نهائي. يلا كل واحد على شغله، ونهار سعيد على الجميع. نهارك سعيد أمينة، هلأ ارتحت. يا إلهي شو كنت قلقان عليكم، ما بتتخيل قديش ارتحت في هاي اللحظة. تعالوا معي تعالوا. شوفوا لكم حلوان هالمرة علي. لك ليش تراجعت؟ هالي هيك بتسود وشي؟ لا وشك أبيض دائما يا عمي، انت بيضة دائما. لك على رأسي يا أحلى عميم، دخيل ربك أنا. صار اللي بدك اياه. منيح انه ساعدنا الشباب، كانوا راحوا فيها حرام عن جد. بس هلا انا بدي اطلب منك طلب كمان. شو بدك؟ انت طلبتي مني طلب وانا وافقت عليه، وصار دوري اطلب هلا. يعني حضرتك ما بتشتغل ببلاش ما؟ يعني هيك شيء، والعشق من طرف واحد بيكون بيوجع كتير كمان. شو صار لك؟ شو صار لك فجأة؟ كليتي وجعتني وجع العشق. ليش؟ لأنه من طرف واحد. وليش بيوجع قد وجع الدنيا كلها. مثل ما عم قلك يا إلكون، هذا الوجع كتير عم يوجعني، والله حاسه رح يفجر لي كليتي. غليظ، انت هلأ حضرتك عم تمزح معي ما هيك؟ بتحبيني انت؟ بابا جاي لهون.
مستحيل صدقك. أنا عن جد عم بحكي معك. حاجة تكذبي علي. هلا أنا بتطلع لورا وأنت بتهربي. لك لا والله هو جاي. يجي أنا مالي رايح لتجاوبيني على هذا السؤال. لك أي سؤال هاد شبك؟ تمام خليني عدلك السؤال. أوعك وأنا كمان بحبك تمام بس اسكت. حلو كتير كتير ممتاز. مين؟ بابا. عم تمزحي. لك إذا بيربح المنتخب كأس العالم رح ضل أكرهك، فبسرعة قبل ما قلت لك قلي شو عم تعمل معه. أنت كنت عم تتخانق مع أبي، قام قلت لإلكون إنه نصالحكم مع بعض كونه أنتوا رفقات الطفولة، فإلكون عطتني الموافقة تبعها، فوقت عطتني الموافقة أنا قلت كتير كتير منيح من الفرحة، بس هيك والله. لك أنا كتير 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 منيح قلت لي، هلا مثل الشاطر بتروح على البيت لتقعد حد أبوك لأنه هو بلش بالمشكلة، إنسان لازم يوقف مع أبوه مو مع الطرف تاني اللي ضده. صح، معك حق. يلا روح وقول لأبوك إنه يحط عقله براسه. تمام، رح خبره. طيب بس معلش تخليها لإلكون إنه تجي معي بجوز نقنعه سوا نحن الاثنين. يعني قلتك اثنين احسن من واحد ما؟ ايه. روح لحالك لا تفرجيني خلقتك، اختفي بسرعه يلا. ماشي يا عمي. اوف يا ما صدقني شو هالزلمه هاد، ما بعرف اذا تطلع لورا شو هاد، مدري اذا لساته عم يبحلك، بس لازم منطقيا لا مو معقول لساته عم يتطلع هاد. كام شك مظبوط اللي حكاه هاد؟ ايه مظبوط اللي حكاه بابا. منيح يلا طيري على البيت. ايه تمام بابا.